فيديو خاص بموقع اوكازيون دوت كوم. ده رابط الموقع، تقدر تخش عليه تشتري منه كل اللي نفسك فيه بأقل سعر في مصر. النهاردة معانا اختراع جامد جدا جدا جدا، اتاري محمول فيه اكتر من 400 لعبة في جهاز واحد، والجهاز كمان بيشتغل معانا على اي شاشة سمارت. يلا نبدأ المراجعة، متنساش تعمل لايك للقناة واشتراك عشان يوصلك كل جديد وكل مراجعاتنا لمنتجاتنا على الطبيعة. يلا بينا نبدأ نشوف محتويات الكرتونة ونفتح مع بعض الكرتونة. ده البوكس بيجي بالشكل ده، في منه الوان ايه متوفرة دلوقتي؟ في الاحمر والازرق والابيض والاسود. طيب الاصفر مش موجود، والابيض كميات قليلة او تقريبا خلصان، فاحنا عارضين المنتجات على الطبيعة دلوقتي. هنشوف بس محتوى العلبة بيبقى فيها ايه. كده العلبة فاضية تمام. الظهر بتاعها هتلاقي وصلة الشحن، شحن عادي USB، والكابل اللي بيشغله على التلفزيون، وبطارية عادية جدا زي بتاعة الموبايل، والكتالوج بتاعه، والجهاز طبعا نفسه. ده شكل الجهاز، حجمه صغير جدا يعني يعتبر قد كف الايد، سهل ان هو يتشال في الجيب تمام. ده مكان الشحن تمام، وده زرار الاون والاوف، وده المكان اللي انت توصل منه الكابل ده وتشغله على التلفزيون لو حبيت. وهنجرب دلوقتي طبعا، وده بتاع الصوت تمام. هنركب البطاريه مع بعض دلوقتي، اشتغل معانا البطاريه دي. البطاريه هنوصلها كده ونقفل الجهاز بالشكل ده ونشغل الجهاز. بيجي بلغتين، الصيني والانجليزي، هنختار الانجليزي. في اكتر من يعني في 400 لعبة بالظبط اهم. في سوبر ماريو خلف في حجم الموبايل بالظبط. لو حبيت اخرج من اللعبة واجيب لعبة تانية، ده زرار الريسيت تمام. واختار الانجليزي، اختار من حرف الايه ده مثلا. ممكن نشوف اول لعبة دي عبارة عن ايه. دي اللعبة التانية. نشوف ماريو 3 دي برضو مش متكررة، احنا هنشوف دي ماريو ايه. ماريو حاجة تانية خالص تمام. فدي كده حاجة تانية مختلفة غير الماريو الاولاني اللي احنا عارفينها تمام. برضو نشوف برضو بقية الألعاب التانية. الألعاب كلها مختلفة يعني، وألعاب زمان كلها موجودة هنا. دي تقريبا لعبة حرب. هنا لقيت لعبة كويسة يعني، لعبة طيارات تقريبا. الالعاب بقى اللي هي كانت بتبقى على الفيديو جيم وعلى الاتاري والكلام ده معظمها هنا يعني، مش سيجا بس ولا ماريو بس، لا في العاب كتير قوي. خلينا نرسم كده ونشوف مثلا بعد 8 9 يعني، لو لقيت حاجه متكرره هقول لكم.
مفيش حاجة متكررة لغاية دلوقتي. خلينا نشوف لعبة السباق دي مثلا. لا فاكرينها اللعبة دي؟ ده طبعا اللي هو بيخليه يمشي، وده الستارت. حبيت اوقف اللعبة او اشغلها، وزي ما قلنا ده بيرجع تاني، فاحنا برضو هنكمل تاني. يعني انا شايف بصراحة مفيش اي العاب متكررة خالص. وانا بقلب كده لقيت لعبة اسمها باتمان، ما هي رقم 29 باتمان. فقلت اخش اشوف ايه، يعني بصراحة اول مرة اشوفها. ده كده قبل بداية اللعبة. ده هو شخصية باتمان بقى بتنزل وبتحارب. خلينا نتفرج على الألوان المتوفرة بشكلها الأسود وجماله، كمان إن أنت اللوجو بالأبيض كده، يعني مخلي الأسود في الأبيض كده حاجة. يعني طبعا العلامة المائية تمام، فالأسود تحفة بصراحة. الازرق كمان احلى، يعني انا شايف الازرق كمان، يعني الالوان بصراحة تحفة. الازرق برضو في الابيض ده جميل جدا، ده شكل الازرق تمام، والاحمر طبعا شكله على الطبيعة. هنا مخرج الصوت تمام. طيب خلينا بقى نشوف ازاي الجهاز ده، لا في ادابتر ولا ترانس ولا الكلام ده كله، هو شغال بالبطارية زي ما احنا شفنا تمام. خلينا نشوف بقى ازاي الجهاز ده لو انا في البيت بقى حبيت استخدمه على شاشة LCD. دي شاشة، وده الكابل بتاعها اللي جاي مع الجهاز اللي جاي مع الاتاري نفسه. هنفتح كده ونوصل الكابل ده في الوصلات اللي تبقى ورا الشاشة او قدام الشاشة ايا كان مكانها، الاحمر في الاحمر والاصفر في الاصفر. وهنبدأ دلوقتي تمام. ده هيتوصل هنا في الاتاري نفسه، وطبعا هنعمل اون ونشغل. خلاص نوصل الكابلات دي. انا كده وصلت الكابلات، هي بدل الصورة ما هنا تبقى هنا. يلا نشوف مع بعض. ده كده شكل الصورة. طيب اتحكم، اختار نفس اللي على الشاشة في البيت بس، وهستخدم كمان الجهاز كدراع، يعني انا مش محتاج اي دراع تاني، هو الدراع ده وهلعب بيه براحتي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. دي ميزة كمان، انت تقدر يعني تستخدمه على الشاشة، اي شاشة بيشتغل معاك، شاشة قديمة شاشة جديدة زي ما انت عايز هيشتغل معاك. حبيت ان انت تفصله، كل اللي انت عليك هتعمل كده، هتكمل لعب على الجهاز نفسه في الشارع بقى في اي مكان، هو جهاز معاك وفي حجم صغير، وتقدر يعني تستخدمه في اي مكان، سهل ان هو يتشال في الجيب.